إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وبين لأمته ما تحتاج إليه في معاشها ومعادها، بين ذلك بيانا شافيا كاملا، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ويقول عز وجل: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عنده أن يعلن للملأ بأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى يقع ما يوعدون به من العذاب، سواء كان ذلك في يوم القيامة أو عند الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تكون الساعة ولا يعلم متى يموت الخلق، وإنما علم ذلك عند علام الغيوب عالم الغيب والشهادة رب العالمين. إلا أنه سبحانه قد يظهر على الغيب الذي يعلمه من يرتضيه من خلقه من الرسل ليبلغوا رسالات الله، ولقد أظهر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على غيب كثير مجمل ومفصل فيما أوحاه إليه من الكتاب والسنة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما أوحاه الله إليه، كما قال الله تعالى: وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وكما